اليوم أريد أروح على قضايا تحت عنوان حق الرد، القضية التي أثارت لغطا واهتماما كثيرا حين عرضت، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي قضية مدير بلدية خانقين وما ذكره السيد حيدر السجين حاليا عن المدير وما جرى من ملابسات. السيد أوس جاهز يا شباب؟ السلام عليكم سيد أوس. السلام عليكم أستاذ نجم. أنت حضرتك أوس المهداوي مدير بلدية خانقين؟ أوس إبراهيم مهدي المهداوي مدير بلدية خانقين. أنا سبق وأن عرضت فيديو واتصال من أحد الأخوة بالاتهامات التي كانت موجهة إليك، يعني أنت مدير وعندك نرجيلة وتشيل مسدس وعندك مصفحات، وحاولت أن تقتل موظف على خلفية قضية كانت قد حصلت، ويقول صاحبها أن كان هنالك شاهدا على ما حصل. أنا أعطيك حق الرد أن ترد بما عندك. أتكلم هسه. فضل سيد فضل. أنا أول شيء والدي مهندس مدني، كان مدير الزراعة والري بالديالة كلها فترة الثمانينات. والدتي ذكرت اسمها تربوية خدمة مركز القضاء 35 سنة، كانت مديرة مدرسة وكل القضاء يعرفها. زوجتي دكتورة جامعية، زوجتي دكتورة جامعية. اخواني كلهم من ضمنهم اللي قلت عليه ارهابي استاذ، واللي قال عليه هو ارهابي، او اخويا اول واحد اسس فريق سوات بالعراق كله، بعدين صار جهاز مكافحة الارهاب وبرتبة نقيب، وجسمه الى تروح سوى حاليا بالسجن بوشاية مخبر سري، حال الاف العراقيين على المخبر السري مسجونين. يعني مخبر سري بتهمة الارهاب، بتهمة الارهاب بس مخ. المهم انا اريد تدخل لي، انا ما لي علاقة بالخلفية هاي التاريخية، اريد تدخل لي بقضيتك هذه الاتهامات. استاذ الطالع من هيك عائلة، الطالع من هيك عائلة، يجي واحد موظف درجة سابعة خريج سادس ابتدائي يشوه منظره بهذا الشكل؟ وهل من المعقول موظف، واني مهندس اقدم ومدني بالمناسبة، انا مشمول بالوقف الوظيفي، مو ما مشمول مثل ما عفان السيد المحافظ قال ما مشمول بالوصف الوظيفي، انا مشمول بالوصف الوظيفي لان انا مهندس مدني اختصاص موارد مائيه. هسه تدخل لي تبرر نفسك من هاي التهم لان انا ما عندي وقت. التهم استاذ عيني تاريخ الحادث قبل سنه. تاريخ الحادث انت هسه نشرته لكل المواطنين عبالهم هسه جديد. تاريخ الحادث قبل سنه، وبرتني شكلت لجنه تحقيقيه ثاني يوم من بلديات محافظه دياله برئاسه مدير بلديه السعديه وقانونيين من البلديه، برتني من كل التهم، سمعت الاقوال الشهود كلهم، لان الدائره استاذ احنا دائره خدميه، وانا مدير القضاء كله يشهد لي، القضاء كله يشهد لي انه غيرت واقع خدمي، المدير الوحيد بالدياله يشيد به المواطن داخل القضاء زين. واذا تروح تسوي استبيان داخل القضاء فكل المواطنين يشهدون بيها، وهاي الشهادة اعتز بيها بهالظروف. أنت تقول دائرة يشهدون بيه المواطنين. أنت تقول لجنة تحقيق. أنت تقول تم أنت تقول تمت تبرئتي. لعد ليش حصل لك سحب يد لمدة ستة أشهر والآن أيضا يتم نقلي؟ كانت القضية أخذت صدى على وسائل التواصل الاجتماعي، وعفاني مع العلم اللجنة التحقيقية برتني والتاريخ دزيت الكيان، كل الأوراق دزيت الكيان الثبوتية زين، وعفتني اللجنة التحقيقية، طلعني من الإدارة وخرجني، لأن أنا من عشيرة المهدية خلطك إياها، وسمعت مذبحة نهر الإمام وسمعت بالعشيرة صار فيها. إحنا مطين ضحايا بـ 350 شهيد من خيرة شباب العشيرة مالتنا، كلهم أكفاء وكلهم هاي. احنا الصح مالتنا غلط والغلط مال باقي صحيح. هاي انا ناشد، انا هسه خلي اكمل لك استاذ بس باختصار ارجوك لانه انا ما عندي وقت كثير. المحكمه استاذ، المحكمه برتني من كل التهم الموجهه لي وحكمت علي بالقضيتين. اول شيء قضيه هو استبني وهو الغلط بشهود الدائره كلها، الدائره كلها موجوده، وحتى الشهود طلبهم هو للشهاده، هو طلب شهود للشهاده، الشهود طلبهم للشهاده علي دانو، وقبل
20 يوم ضرب احد الموظفين شرع بقتل احد الموظفين. انت كنت تحمل مسدس في داخل الدائره وهددت حيدر بالمسدس نهائيا ما موجود. شهاده الشهود الساعه 9:30 اللي هو حكايه 9:30 الدائره موجودين مراجعين موجودين استعلامات موجودين الهاي كلهم شهود على هالموضوع. هذا الشخص انحكم عليه بالسجن 3 شهور و5 أيام والحكم الثاني 3 شهور و10 أيام كلها وراح للتمييز والتمييز هم رجع عليه شدد الحكم. هاي كلها بصالحي واللجنة التحقيقية بصالحي. اذا انت الان ادليت برأيك تقول انا هاي التهم المنسوبة الي كلها غير حقيقية واللي يفصل بيناتكم القضاء. القضاء فصل استاذ مو يفصل. فصل القضاء فصل القضاء مو يفصل. هاي تهم كلها الموجهة انا ادعو من سيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لان هاي وراء حيتام فساد وراء اشخاص فاسدين داخل القضاء. احنا انا متعرض للضغوطات كمدير بلدية كنت تعرضت للضغوطات وهواي فساد اداري موجود. ليش فساد منو ضاغط عليك؟ مسؤولين فاسدين استاذ داخل القضاء يسألون على اراضي البلدية مثلا من هو؟ ما اقدر احدد لك. تجي اللجان التحقيقية خلي يرسلهم سيد رئيس الوزراء. اطلعك بحلقة اطلعك بحلقة تعرض ما عندك حلقة. اسمح اذكر لي. لك البلديات ايش قد ضغوطات عليها وايش قد البلديات. طلع لي وثائق اعرض لك وثائق يا هولي. من يساومك الان يا اخاوس؟ من يساومك؟ لو تخلينا نتجاوز ونبيع ونشتري باراضي وممتلكات البلدية لو نهايتك القتل نواب او السجن او التشهير. نواب مو نواب استاذ موجودين ماخذين مناصب داخل القضاء وخارج القضاء. هسه اذا اقول لك نهر صار لالاف السنين بخانقين مركز القضاء اسمه كوردرا جاي يسوون عليه محلات. انا رفضت انه محلات حسب التصميم الاساسي المدينه خانقين ما يصير محلات. هذا نهر الاف السنين. حكيت المحافظ استاذ اني عندي وثائق الدين الكل. أني المحافظ شنو رأيه؟ قابل راضي ساكت؟ أستاذ ما أقدر تجي لجان تحقيقية طالب من السيد رئيس ماشي الوزراء ماشي سيد أوس ماشي سيد أوس. أني أشكرك هذا حق الرد. والرجل الآن يقول أنا عندي وثائق لحيتان فساد. إذا حيتان فساد على مستوى قائم مقامية أو قضاء والله ما